يا عبد الله، انت وحشتني قوي. يا رب انا نفسي اشوفه حتى لو مره واحده، حتى لو من بعيد، او حتى اسمع صوته. لكن للاسف غير رقم. يا ترى انت نسيتني يا عبد الله ولا لسه فاكرني؟ انا عارفه ان انا كسرت قلبك وصدمتك فيا وسبتك واتجوزت شوقي، بس والله العظيم كان غصب عني. الظروف كانت اقوى مننا. لو ما كنتش عملت كده كان زمانه مرمي في السجن. يا عبد الله، يا رب هموت اشوفه مره واحده بس. الحمد لله، اللهم لك الحمد. شفت بقى يا عم، اهو ربك اللي حلها. المعلم صابر سامح في حقه، وان كان على الشغل الحل عندنا. انا جاهز، ايدي على كتفي. هتشتغل معايا؟ اشتغل معاك فين؟ ايه اللي هتشتغل معايا فيه؟ هتشتغل معايا على التوك توك وانا مش قد المقام ولا ايه؟ لا يا حسن، هو هقسمك في رزقك يعني؟ لا اله الا الله، حد يقول كده يا عبد الله؟ يا عم الرزق لا بتاعي ولا بتاعك، ربنا بس بيجعلنا اسباب لبعض، لكن في النهايه الرزق ده بتاع اللي خلقك. لا يكرمك يا حسن يا رب. والله يا ابني عبد الله لو له اخ ما كان هيعمل معاها اكتر من اللي انت بتعمله. والنبي يا ام عبد الله، يا تقولي كلمه حلوه ما تقوليش خالص. عبد الله ده اخويا، اقسم بالله اخويا. طب والله يا حسن، عبد الله على طول بيشكر فيك. يا لهوي، نسيت الشاي على النار. هي دايما تنسى الشاي على النار. ايوه كده، فك يا عم. مالك يا حسن يا ابني؟ منكد كده ليه؟ مش عوايدك؟ ده انت على طول دمك خفيف كده وبتهزر. لا لا مفيش يا بقول لك ايه يا حسن، هو انت في حاجه يعني حصلت بينك وبين عبد الله؟ لا ليه؟ لا بسال عادي، بس اصله مش ظاهر يعني اديله مده. لا اصل الدنيا ملطشه معاه على الاخر. عارف يا ام عبد الله، ده بحس ان الدنيا واخده له اجازه عشان ما تفرحوش. ليه يا ابني؟ خير حصل ايه؟ المشاكل نازله عليه من كل حته، دب دب دب. يا ساتر. اخرها النهارده الصبح ولاد الحرم ولعوا له في التوك توك بتاعه. اه والله العظيم زي ما بقول لك كده، بس الحمد لله الحوار ده اتحل وخلاص. صاحب التوك توك قال لك يعني ما قبلش العوض والكلام ده. المشكله بقى الاكبر ان صاحب الشقه عايز يطرده هو واخواته وامه في الشارع، والقصه داخل فيها فلوس وايجار والواد ما حلتوش. يعني يا ابني دي ملطشه صحيحه على الاخر. قوي ياما قوي، ما اقولكيش. والواد قال بابيض بافته وجدع وصاحب صاحبه، وانا مفيش في ايدي حاجه اعملها له. مفيش غير ان انا قلت له يعني ان انا وهو نشتغل على التوك توك بتاعي ورزقي ورزقه على الله. طب ما ده حل كويس يا حسن، وربنا يقف معاك ويساعدكم انتوا الاثنين يا رب. طب انا عندي فكره حلوه قوي. قولي. ايه رايكم لو نجيبه هو واهله ونسكنهم في شقه خالي؟ ايوه يا نواره، بس خالك مسافر يا بنتي وممكن يرجع في اي وقت. ياما خالي مهاجر وشقه كده كده مقفوله، وبعدين يعني الحاله ده هيبقى مؤقت لحد ما يلاقوا مطرح تاني. يعني يرضيكوا الشقه تبقى مقفوله ومتربه، وعبد الله واهله يترموا في الشارع. انت شايفه كده؟ انا اصلا مش شايفه غير كده. هاي يما قلتي ايه؟ يلا يا بنتي على البركه.